صباح الخير، صباح النور. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان نهار هذا النهار يدوز عندكم بالطاقه والحيويه كيف ما داز عندي انا، الحمد لله. فكنت باغا نتمشى انا وصاحبتي، وطاحت علينا الفكره اننا نمشيو لواحد المحل ونشوفوا الجديد اللي فيه، وقررت انني نشارك معكم هذه الجوله هذه. فهاد الصباح من بعد ما فطرت بنياتي وديتهم للمدرسه بطبيعه الحال، فمشيت انا وصاحبتي غادي نتمشاو وتنتحتو. في صراحه كان الجو زوين، ما كانش سخون وما كانش بارد، يعني كان معتدل وكان زوين بزاف. وقلت علاش لا نشارك معكم هاد النهار كيفاش، ماشي كيفاش غادي يدوز، ولكن غير الجوله فقط. وهنا دست من حدا واحد دار ولقيتهم زارعين هادشي، كل حاجة منها شوية. بصراحة هذاك شي زوين بزاف، هما تيهتموا بهاد الأشياء هادي وتيحاولوا أنهم ما أمكن أنهم اللي عندهم شي يعني واحد لي سباس في الجرد ديالهم أنهم يديروا يغرسوا بحال هكا شي حاجة اللي بيو. هنا كيف كتشوفوا الكاكي والخوخ، وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي زارعين هنايا كيف شفتوا. انا تيعجبني هذا الشيء، وما كرهتش انايا. ان شاء الله ان شاء الله الله يرزق كل واحد انه تكون عنده واحد الدويره، وعلاش لا واحد الجريده ويدير فيها ما بغى. وهنا كيف كتشوفوا وصلنا للمحل، واول حاجه مشيت لها هي الهنديه. فكتعرفوا الهندية تتفكرنا في المغرب. وهنايا خديت غير بتي بان باش نفطرو. بصراحة هنايا كل شيء في هذا المحل صراحة كيعجبني، كل شيء زوين وكل شيء مقاد، وتيفتح النفس انك تقدي منه، انك تاخدي منه شي حويجات هكا، خصوصا مع الصباح. مني كتمشي الصباح كتلقي كل شيء يلاه تحطو، يلاه تستف، والخضرة بقى زوينة والديسير بقي زوين، يعني حتى شي حاجة ما معزولة. وغادي ندوز مباشرة باش نوريكم شنو كاين في المحل، واخا ما كملتوش كامل، ولكن على الاقل نعطيكم فكره بالنسبه للناس اللي ما تيتقدوش من بيني. فكنقول لكم صراحه راه زوين بزاف، يعني حتى الاثمنه راها مناسبه. هنا كيف كتشوفوا الباريزيان عندهم زوين بحال ديال المغرب، تيفكرني في المغرب كنمشي على قبلو تناخدو. صراحه زوين بزاف، مع الصباح تيكون سخون، وحتى في العشيه تيجبدوا من الفران، حيت عندهم من الفران لداخل، تيخبزوا الخبز وتيخبزوا الكرواسون بيتي بان وكل شيء. المهم هنايا كيف كتشوفوا حاطين هاد الميانات اللي دايرين فيهم سكونتو. بالنسبه لهاد لي طاس هادو دايرين ليهم 5 اورو تقريبا، وهادو قريعه ديال الماء بالنسبه للوليدات الصغار، واللانش بوكس كاينين، يعني راهم تحسوا صراحة حيت الوقت ديال المدرسة دخل، وهداك الشيء اللي دابا دايرين فيهم سكونتو. وهنايا كيف كتشوفوا كاينين هاد الشبيكات اللي كيتجمعوا على هاد الشكل هذا، حتى هما كاينين موجودين، وحتى هاد السطول هادو تما اللي كيتجمعوا تيكونوا على شكل ديال مستطيل. صراحة زوينين عمليين، كتكمل بيهم وتتجمعهم تتحطهم، ما تيشدوش لك كاع لي سباس. وهنايا كاينين هاد المنظمات ديال الاحذيه، حتى هما تينفعوا صراحه، تينفعوا بزاف كاع. هنا كيف كتشوفوا كاينه هاد القطاعه، اولا تقدري تسربي فيها ديال الخشب، نديري لها غير 5 اورو، زوينه بزاف. وهنايا هادي عجبتني صراحه، عجبتني بزاف حيت عمليه، وتقدروا تحطوها في الكوزينه عندكم ديال الخشب، تقدروا تحطوا فيها القريعات ديال العطريه او لاي حاجه. فمديره 15 اورو، صراحه زوينه وعمليه. وهنا جايبين حتى السريبتات صراحه لاكاليتي ديالهم زوينه، عجباتني كيف كتشوفوا زوينين بزاف، والثمن ديالهم راهو مناسب. هنا كاينين هاد السوبيرات هادو، في الصراحه ثقال، كيس كان كيسحب ليا في الاول، راهم زاج، ولكن بلاستيك ديالهم، ولكن البلاستيك ديالهم زوين بزاف. كيف كتشوفوا راه فيهم 7، حتى هما زوينين، كيجيبوا حتى يعني الحوايج وكلشي، يعني اللي بغيتو راه كتلقاو هنايا. هنايا كاين هاد الصبابط هادو ديال كابا،
اللي كيجيو على هذا الشكل هذا صراحة زوينين، حتى لي كولور ديالهم زوينين، شويه هذا في الماغون زوين بزاف. وناقصين منهم ديري ليهم 30 يورو تقريبا، 29.99. وهنا كاين منتوجات اخرى اللي يعني اللي بغى شي حاجه، كاينين حتى الاغطيه كيف كتشوفوهم ديري ليهم 25 يورو، هادو ماتريمونيالي. وكاينين هادو العصارات ديال القهوه، لا كاليتي ديالهم واعره، بتهزي راه ثقيله، ماشي شي حاجه اللي خفيفه وتخافي منها ولا شي حاجه، ولكن ديري لها 25 مع العلم انهم ناقصين منها، يعني جاتني شويه غاليه. ولكن ما تنساوش بانهم راه اينوكس ماشي الالومنيوم. هنا كاينين هاد المقالي هادو كيف كتشوفوا زوينين، راهم كبار، ندير ليهم 98. وكاينين هادو صراحه زوينين عمليين، فيهم وقيله 3 ولا 4 ديال، غيكونوا 3 زوينين، يعني تقدري دير فيهم اي حاجه، دايرين غير 5 اورو. صراحه هنايا وهنايا جامعين كاع لي برودوي ديال الماكله اللي ناقصين فيها وديرين فيها سكونتو. هنايا كاينه القهوه ديال لافاتسا كيف كتشوفوا، دايرين ليها 96 تقريبا 7 اورو، يعني الثمن مناسب جدا. كتلقاو شي حوايج يعني في البلاصه ديال سكونتو، حاطين بزاف د الحوايج. هنايا لقيتهم حاطين هاد الماكينه ديال الجيلاتو اولا ديال المثلجات، دايرين ليها 29.99. وهنايا كاين هاد الماكينه هادي اولا، فيها الهشوار، فيها التراب، وفيها حتى الطحانه ديال داك ديال لا سوب. كيف شفتوا الاثمنه راهم مناسبه، كل شيء هذا الشيء راهم ناقصين منه. كنحاول انني يعني نبين لكم كل شيء. هذه بحال الطابل صغيره اللي تقدر تحط فيها ليكرون ديال البيسي، وهذه صراحه زوينه، هذه كبيره بروفيسيونيل، ولكن ديري ليها 30.99، ديري تقريبا 40 اورو. هنايا جامعين داكشي ديال السبور، كاين حتى الميزان كيف كتشوفوا، وهنا لي طابي ديال السبور جامعين هادشي كامل هنايا، وكلهم صراحه ناقصين منهم في الثمن. هنا بالنسبه للنساء اللي تيقلبوا على الليبات، هما كاينين في بيني، والاثمنه كيف كتشوفوا راهم مناسبه، كاين الكحل وكاين الباج، يعني على حسب الاختيار وكاين لو شوا، كاينين الطوال وكاينين القصار وكاينين اللي تيتلبسوا كاملين، يعني كاين لو شوا. والاثمنه الصراحه راها مناسبه، شو هادو زوينين طوال، مديرين غير 49 الباكي، يمكن فيها شي جوج. وهنا كاين الحلويات عادي، وكاين مستلزمات الحلويات، يعني اللي بغاو هنا كيف كتشوفوا الحليب راه مهزوز. بغيت نشارك معكم بانهم راهم ناقصين، يعني الثمن مناسب ديال الحليب عندهم، وما ناقصينش منه، ولكن الثمن عندهم راه مناسب جدا. وهنايا مشيت لقيت حاطين هاد الماسكارا اللي كتشوفوا ديال ماي بيلين، وديري ليها غير 94 بياسة، راهم ناقصين منهم. صراحة زوينة هاد ديال ماي بيلين. وهنايا كاينين هاد الفرشات ديال سنان اللي الباكي فيها 4 ديال الفرشات ب 94. هنايا كاع هاد لي برودوي ناقصين منه، وكاين هاد جيل دوش لي دوبل اكس ال يعني كبير، وديري لي غير اورو 39 وصافي. هادي هي الجوله، كنتمنى ان تكون عجبتكم، الى الملتقى ان شاء الله.